سلام، نهاركم زين، نهاركم مبروك. اليوم جيت وجبت لكم المطبقة ولا المورقة، شيء فاخر. يعني حتى وإذا اختلف اثنين على حب المسكر ولا المعسل ولا حتى ليكاتو ساك، ما راهمش رايحين يختلفوا على الحب والعشق تاع المسمن ولا المورقة ولا المطبقة، لأننا تربينا عليها، لأن الأمهات ديالنا أبدعوا في تحضير هذا النوع من الوصفات. اليوم جبت لكم وصفة تعلمتها على إحدى السيدات فاضلات، عطتها لي بجميع تفاصيلها واسرارها ونديت احلى نتيجه. اليوم حبيت نتقاسمها معكم. ندوزوا للمطبخ باش ندو تفاصيل تحضير هذه المورقه المتميزه. خديت قطعه حطيت فيها الدقيق ديالي. انا لهنايا عندي تقريبا كيلو، ندير عليه ملعقه صغيره تاع الزيت، غير هكذا القليل فقط. نضيف عليه كذلك الملح اللي نسحقه، ونضيف عليه القليل فقط من السكر، ونضيف عليه خصوصا اذا ما كنتوش متاكدين من نوعيه تاع السميد مغرفه غير هكذا صغيره من الفرينه. نخلط كلش ونجمع بالماء، يكون نوعا ما فاتر علاش باش العجينه تنطلق معنا بكل سهوله. كما راكم تشوفوا معايا العجينه تاعي لميتها وراهي فريمون يابسه. نغطيها غير فقط القليل، ونضف كامل الجوانب تاع القصعه ديالي، ونغطيها بكيس ونخليها حتى وين فريمون تطلق روحها. عاودت وليت العجينه ديالي مقبله، خليناها شويه يابسه، ودوكا شوفوا ليا كيفاش انطلقت. هنا في هذه المرحله نقعد ندلك فيها طريقه اني ندي ونجيب حتى تولي مطاطيه، ابدا ما نقطعش كما نديرو في الكسره، فانما الطريقه المعروفه هي اننا ندلكوها بلا ما نقطعوها حتى وين فريمون تزيد تنطلق، ومن بعد نبداو ندخلو في الماء بالتدريج. العجينه ديالي بعد ما شربتها انطلقت، راهي هايله. نقول بسم الله وندير لها غير قطره هكذا فقط تاع الزيت، وندير لي بول ديالي ولا الكرات ديالي. نقول بسم الله، شوفوا لي العجينه ريحتها، ندير كرات راهي تعطيني الطوع بواحد الطريقه رائعه. عجينه ملفاء ندير فيها كرات يكونوا شويه كبار، باسكو هاد المورقه ولا المطبقه تجي يعني حجم كبير هكذا. نسقموها كامل من الاسفل، هذيك الفتحه دائما للاسفل، ونحطوها دون فان بلاتو يكون مدهون بالزيت، ونزيد ونخلوهم يريحوا مره واحده اخرى. الكرات تاعي ارتاحوا، راهم هايلين. ولهنا عندي زويجه زويجه، معناتها كل كره عندها خطها. علاش هذا المطبق نديرو خضر في خضر؟ لا تكنيك تاع الخدمه تاعو، نوجدو الحبيبات الاولين تاع المسمن، وماشي شرط نكسلوهم الى اقصى درجه، نخدمو حبيبات. معناتها اذا عندي 10 كرات نخدم 5 كرات نطبقهم ونحطهم بجيه، ومن بعد ناخذ كره واحده اخرى نحلها ونحط فيها هذيك الحبه اللي كنت طبقتها. الوغ حبه في حبه وفي زوج ماشي طايبين. نقول بسم الله، ولهنا عندي زيت زيتون خلطتها غير بالقليل فقط من زيت الطاوله، ولكن انا نحبهم بزيت زيتون. ندير القليل من الزيت ونحط الكره الاولى اللي راهي ريحت نوعا ما، وكما قلت لكم ماشي شرط تحلوا الحبيبه يعني لاقصى درجه. معليش نحلوها واش ما قدرنا، نحطوها بجيه نكملوا كامل الحبيبات اللي عندنا. علاش؟ على خاطرش حنزيدو ندخلوهم فوق حبيبه واحده اخرى، ومن بعد نكسلوهم مره ثانيه.
يا الفرحة مقران ميديو غير سخام. كملت الحبيبات كامل وحطيتهم بجيه ودكا نجي باش نحل هاد الحبيبات اللي راني رايحة ندخل فيهم الحبيبات اللي راهم واجدين. نقول بسم الله ونكسل العجينة ديالي بطريقة العادية، نستعمل شوية تاع زيت زيتون واش نحكي لكم، تجي روعة. ونقدروا نحطوا اكيد ان بابي كويسون في هذه المرحله باش نعاونوا روحنا نرفدوا الحبيبه ديالنا، لانها دوبلي هي على كل حال حتجي سهله باسكو دوبلي الوغ ما تجيش رقيقه بزاف، ولكن بالبابي كويسون حنقدروا نحصلوا على حبات متقاربين في الحجم على قد ما نقدروا. ومام هنا نقدروا ما نكسلوش الى اقصى حد، علاش مور لي نديروا حبيبه داخل حبيبه نزيدوا نخلوهم على اتساع، وهكذا راهي رايحه العجينه تطلق روحها بكل سهوله. نقول بسم الله ونحط الحبة الأولى اللي وجدتها هكذا، نسقمها عادي راهي مريحة راهي هايلة، نسقمها باش تعطيني شكل يعني يكون على قد ما نقدر شباب هكذا، ونطبق فوقها وهذا هو اللي نطبق. بسم الله هكذا منا عادي جدا هكذا فوالا، نطبقوها الله الله ونزيد ونخلوها تريح بيد ما نكملوا كامل الحبيبات، ونسقموهم ونطيبوهم معا ان شاء الله. المطبقت عنها اليوم ولا المورقة وجدت لي الله يبارك مية معتبرة، جاو من أروع ما يكون صدقوني، وصفة تستحق التجربة. دلكناها أساك في الديبو ومعد بليناها بالماء بالتدريج، عطينا لها اتساع تاع الوقت، العجينة كانت شفافة معايا تتفتح بكل سهولة، ريحتها أنا بديت نحضرها صراحة مباشرة بعد صلاة الفجر وخليتها بعقيلتها، تحصلت على أحلى نتيجة مورقة. يعني انا يا نحيي طاطا عواوش اللي اعطتني الوصفه بجميع تفاصيلها، هي من بومرداس وهاد السيده الفاضله، وكما كامل الناس بومرداس يحضروا هاد المورقه ماشي للقهيوه وانما حتى للماكله للغدا للعشاء، ياكلوها ويجوزوا بها الاكل تاعهم يعني ما شاء الله. الوصفه ناجحه ومقاديرها بسيطه، ننصحكم بدقيق يكون فاخر، يعني اذا ما كانش عندكم لا ماء روحوا مباشره لهذاك الدقيق الكونديسيون اللي يتباع بالكيلو، راهو رايح يعطي لكم نتيجه رائعه. واذا استعملتوا الدقيق يكون شويه يعني هذاك النوع اللي ما يعطيش الطوع، ما عليكم غير تضيفوا له زوج مغارف تاع الفرينه وتروحوا معاه بالعقيله في الماء. واش تقولوا فيها؟ نقطع لكم وتشوفوا النتيجه عن قرب. بسم الله شوفوا ليا المرقه ديالي كيفاش مرقه، الله الله شوفوا النتيجة ديالها فريمون، يعني وصفة من أروع ما يكون. كاين الناس يحبوا مور اللي يدخلوا حبة داخل حبة يزيدوا يديروها في قصعة فيها دقيق يرمدوها في دقيق باش يطيبوها، ولكن أنا فضلت نعطيهم فاسون مسمن، جاو خفاف جاو يشهيو ويحمروا الوجه. ودوكا أنا ما بقى عليا غير نقول لكم نتمنى تجربوا الوصفة، ونتمنى كذلك تنضموا لقناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.